هلا هي صناعة أجدادنا ونحن حبينا إنه نجددها، يعني إنه تراث ونحن كنا ما بنعرف أي شيء عنه. يعني أنا وقت جيت على المركز ما بعرف إنه كيف بينطبخ الصابون، نحن كلنا اللي عملنا بنشتري الصابون من محل، يعني ما بنعرف كيف إنه صناعته. الحمد لله يعني هلا صرنا نحن العشرين مستفيدين، يعني كنا صحنا بنحسن ندرب لغيرنا، يعني صار في بإيدنا مهنة، صار غير انه ندرب انه في ايدنا مهنه نحسن يعني نعيش منها نحن واولادنا. لا الصعوبات انه هي ارتفاع الاسعار بشكل كثير كبير، وكل نهار عن نهار عم تغلى الاسعار، ويعني انا يا دوب عم سدد يعني مشاي اموري طبعا، لان الحل الاجتماعي صايره يعني الرجال ومرأة يا دوب عم يلحقوا، فكيف انا معيل لاسرتي؟